هل فعلا الشخير بيعمل مشاكل بين الزوجين وارتفاع ضغط الدم وكمان خنقة أثناء النوم؟ الليزر هو الحل. عايزة تكتشفي ضعف سمع طفلك وتأخره في الكلام وإمتى يحتاج سماعة أو زرع قوقعة وكمان جلسات تخاطب؟ لوز أطفالنا والحمى الروماتيزمية وحقنة البنسلين وإمتى تروحي للدكتور وتقوليله ابني محتاج يشيل اللوز؟ كل ده في برنامج حكيم الأنف والأذن مع الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن. حكيم الأنف والأذن يأتيكم السبت في الخامسة مساء برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حكيم الأنف والأذن. بفكركم دايما أن مواعيد حلقاتنا كل يوم سبت الساعة 5 بعد الظهر، وبفكركم برضو بمراكزنا المنتشرة تقريبا في كل محافظات مصر. أول مركز طبعا المركز الرئيسي في 85 شارع السودان في المهندسين، والمركز الرئيسي الثاني في الشيخ زايد في توين تاور على المحور المركزي. بفكركم برضو ان عندنا مركز في دمنهور ان شاء الله، احنا اي نعم يعني اتأخرنا شوية في مروح دمنهور، لكن باذن الله انا رايح الحد اللي بعد اللي جاي على طول ان شاء الله الساعة 9 الصبح هكون هناك يوم 26 مارس. بفكركم برضو ان شاء الله ان مواعيد زيارتنا للأقصر واسوان باذن الله هتكون اول شهر 4 شهر ابريل. هروح الاول على اسوان ان شاء الله يوم 3 ابريل، الاثنين 3 ابريل، وبعد كده على الأقصر يوم 5 ابريل ان شاء الله، وبعد كده الشهر بعد اللي بعديه على طول في اول الشهر ان شاء الله نكون في الخرطوم في السودان في مستشفى يستبشرون. بقول لكم ان شاء الله، بفكركم ان صفحتنا على الفيسبوك مركز الشخير الدكتور هشام ابراهيم بيتلقى كل اسئلتكم وبجاوب عليها بصفه شخصيه يوميا، ما بيعديش اليوم الا ما بكون مخلص كل الاسئله اللي حضراتكم بعتنها لي. الحقيقه حلقتنا النهارده حلقه دسمه جدا ومؤثره جدا جدا جدا. الحقيقة احنا كأطباء او بتكلم بصفة شخصية ان الحقيقة العلاقة بيني وبين العيان وخاصة في موضوع العمليات بتبقى علاقة لازم يبقى فيها شيء من الرضا والتراضي. بمعنى ايه؟ بمعنى كتير جدا بنسمع ان العيان يقول والمريض يقول انا ما بعملش العملية الا عند الدكتور اللي انا بستريح، ودي فعلا حقيقة وانا مصدقه وموافق عليه 100%. لكن في نفس الوقت فعلا انا بتكلم عن نفسي شخصيا، فعلا الواحد ما بيعملش عملية لمريض إلا لما يكون هو فعلا حاسس إن هذا المريض زي ما بيقولوا إيه، المريض يعني بيتجه لربنا وبيقول يا رب اشفيني وشفها من عند ربنا. فالحقيقة بالواحد بيجد رضا وبيجد راحة شديدة في التعامل مع المرضى. والحقيقة ياما كان في مرضى كتير جدا سواء كان سنهم كبير سواء كان حالتهم الحقيقة يعني حالة يعني نقدر نقول عليها متأخرة شوية أو أطفال صغيرين جدا في السن، لكن الواحد برضو بيعمل العملية وبيتوكل على الله زي ما بقول عشان بيبقى فيه شبه تراضي وشبه راحة نفسية ما بيني وما بين المريض. الحقيقة أنا مش عايز أطول عليكم أو إحنا النهاردة إن شاء الله معانا مدام سهير من الوادي الجديد، وأهل الوادي الجديد الحقيقة ليهم عندي معزة خاصة في قلبي جدا نظرا للطيبة بتاعتهم. مدام سهير النهاردة الحقيقة بتشتكي من 5 سنين واكتر من 5 سنين الحقيقة بسدة في مناخيرها. الحقيقة السدة اللي في مناخيرها دي مش بس سدة، مش بس هي السدة اللي عاملة لها المشكلة، لكن الحقيقة لما ابتديت اتكلم معاها لقينا ان مشكلة السدة دي عاملة لها مشاكل كتير جدا، وعلى رأسها موضوع الشخير ومشاكله، سواء كان صداع، سواء كان بلغم، سواء كان صوت بالليل، سواء كان خنقة، سواء كان مشاكل في المعدة، سواء كان مشاكل نفسية، سواء كان مش قادرة زي ما بتقول كده. أكتر حاجة تعباني إن أنا مش قادرة أعمل أوفي البيت طلباته، سواء كان للزوج، سواء كان للأولاد، سواء كان للشغل، سواء كان لأي حاجة تاني. الحقيقة إحنا بنسمع وجبت لكم حالات كتير جدا الزوجة بنحطها فوق راسنا لأنها بتتحمل
زي ما بيقولوا كده شخير والصوت العالي بتاع جوزها، سواء كانت ما بتقولوش بتتحرج، سواء كانت عارفين طبعا حضراتكم عاداتنا الشرقية وإن إحنا دايما الزوجة دايما بتتحمل وإنها دايما بتتحرك شوية تقول إن زوجي بيطلع صوته وهو نايم، أو زوجي عامل لي إزعاج، أو زوجي عنده ريحة وحشة في بقه، أو زوجي يعني الحقيقة حاجات كتير جدا. وجبنا لكم الحقيقة 20-30 حالة كلهم كل شكوى غير التانية. النهاردة الحقيقة زي ما احنا بنقول الزوجات دول حطيناهم في قراصنا ودعينا لهم وقلنا لهم ربنا يبارك فيكم وكانوا الحقيقة من الزوجات المثاليات، النهاردة احنا معانا زوج مثالي زي ما احنا معانا الزوجة المثالية النهاردة مدام سهير، اللي انا بسميها كده زوجة مثالية لان هي جات النهاردة عشان تقول انا عندي مشكلة والمشكلة دي مأثرة على ولادي ومأثرة على زوجي. الزوج نفسه الحقيقة زي ما هي قالت باللفظ بتاعها هو كان مهذب جدا الحقيقة، وانا الحقيقة من هنا ببعت له الف شكر على الزوج المهذب اللي هو ما كان مش عايز يجرح زوجته، سألناها اسئلة كتيرة، سألناها اسئلة حتى اسئلة الى حد ما محرجة شوية، يعني الريحة الوحشة مضايقاكي، الريحة الوحشة مضايقاك بتاعت الحلق وبتاعت البق، هل في مشكلة في الشخير؟ هل الشخير عامل للزوج مشكلة؟ الحقيقة الزوج زي ما بيقولوا كان مهذب جدا وإجاباته الحقيقة كانت مهذبة جدا. تعالوا نروح ونشوف مدام سهير زي ما بيقول عليها الزوجة المثالية وزوجها الأستاذ المهذب على هي قالت كده، نتفرج عليهم ونشوف النهاردة قالوا إيه. لكن أنا بعتذر لكم الحقيقة إن الفيديو ما فيهوش صورة، حصل مشكلة كده صغيرة، لكن هيبقى فيه صوت فقط، وأوعدكم إن أنا هجيب لكم الصورة مرة تاني إن شاء الله. نتفرج على الفيديو ونرجع مرة تاني. على طول مكتومة. بقالي كم سنة؟ بقالي كتير، حوالي أكتر من 5 سنين. تمام. 5 سنين. وطبعا إيه بيبقى بيسبب لي صداع، بيأثر لي على الضغط، وبعدين لما باخد كورتيزونات بتأثر لي على حاجات كتير. خدتي كورتيزونات ليه؟ لأنه بوصل لمرحلة ما فيش إلا غير الكورتيزون هو اللي بيرجع لي. قالوا لك عندي إيه؟ قالوا لي عندي التهاب في الناحية اللحمية. تمام. طيب ايه اللي خلاكي تيجي النهارده وتقولي انا عايزه اعمل العمليه؟ لان فعلا تعبانه وفعلا الموضوع مأثر عليا في حاجات كتير قوي. زي مأثر عليا ان انا بقيت مفيش تركيز، ما بعملش حاجه بتركيز، بسبب لي صداع في العصبيه في ريحه بقى. مضايقاكي؟ البيت عندي النوم كمان، النوم اسوء حاجه، اكتر حاجه في النوم. زوجك؟ لا لا ايه؟ بيشتكي صراحه. بيشتكي من ايه؟ الشخير. وانا برضه ما بنامش مثلا. الريحه عامله له مشكله. ما بنامش متواصل. الريحه عامله له مشكله. ما تضحكيش، قولي او لا. هو اللي اساله؟ هو مهذب صراحه. ربنا يبارك لك فيه والله. بس العيال بيشتكوا. نروح للزوج. بالنسبه لك انت، هي بالنسبه لك عايزها تعمل العمليه دي عشان الريحه اللي بقها، عشان الصوت، عشان حضرتك؟ لا تعبانه جدا. انا يهمني صحتها طبعا. صحتها يعني تعبانه جدا، صداع، مفيش تركيز، نوم كتير. انت محرج تقول ان الريحه وحشه دي؟ لا مش محرج طبعا، ده مرض حضرتك طبعا. مش هتحرج. محرج تقول ان الصوت العالي؟ انا عارف والله ان الازواج عندنا ربنا يبارك فيهم والزوجات برضه نفس الشيء. لكن خلينا نقول، هل فعلا الريح والصوت العالي والشخير عامل لك مشكله يا زوج؟ اكيد حضرتك، اكيد اتمنى ما يبقاش فيه طبعا. ان شاء الله. انت صوتك كده عادي؟ لا مضايق؟ لا. في مشاكل في الودان؟ ايه؟ يعني انسداد في الودن. تقلبني وبتقلبني. ان شاء الله. انت نفسك طبعا تعملي عمليه كويسه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. انت كنت خايفه؟ طبعا خايفه. ولغايه دلوقتي؟ لا ان شاء الله. هي توكلت على الله واستخرت واستعنت بالله وان شاء الله. ده طبعا انف مدام سهير، واللحميات طبعا واضحه جوه جدا، اللي هي الجزء الابيض ده الناحيه الثانيه جوه اهي، واضحه جدا اللحميه جوه في الناحيتين طبعا. الله يكون في عونها. طبعا احنا برضو هنعمل لمدام سهير. ايوه شايفين حضراتكم اللهاء لازقه في اللسان ومش باين اخرها، وجزء كده من سقف الحلق مترهل، هو ده برضو هنعمل فيه عمليه. احنا معانا مدام.
بعتذر لكم مره تاني لان الصوره ما كانتش يعني قدرنا حصل مشكله كده في الفيديو بس الصوت بس اللي طلع. لكن الحقيقه مدام سهير وزوجها الحقيقه كانوا الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين هو محرج جدا يقول ان هي عامله له مشكله وهي محرجه تقول ان هي فعلا هي عامله له مشكله. فالحقيقه هما الاثنين كانوا مثال للزوجين الحقيقه اللي كل واحد كان عايز يريح التاني. الحقيقه لو انا عايز انقي عيان اعمله وابقى انا مستريح وانا بعمله جدا ومطمن وبدعي ربنا ان الشفاء ينزل ويكون يعني زي ما بيقولوا كده نكون سبب في شفائه، هيكون هما طبعا مدام سهير وزوجها الاثنين مع بعض عشان نقدر الحقيقه نخليهم هما الاثنين يريحوا بعض. مش بقول لكم اهل الوادي ناس طيبه جدا الحقيقه ومع قدر المشقه اللي الواحد بيشوفها في السفر لغايه هناك الحقيقه، لكن من اول ما بوصل الحقيقه ومع يعني حفاوه الناس وطبيتها الحقيقه كل التعب والمشقه بتروح على طول. الحقيقه كمان احنا هناخدكم دلوقتي معانا وهندخلكم اوضه العمليات زي ما بيقولوا كده حجره الاسرار بتاعتنا. هنتفرج فيها على العمليه اللي هنعملها لمدام سهير، هنشوف اللحميات اللي هنشيلها. لكن الحقيقه برضو قبل ما هنشيل اللحميات انا عايز اقول ان النهارده انا عايز اعرفكم على التيم اللي بيشتغل والسر جوه اوضه العمليات. ما هوش بس دكتور هشام هو اللي بيعمل العمليه، ما هوش بس هو العمليه بتنجح عشانه، لا ده بفضل ربنا اولا ثم بفضل التيم اللي بيشتغل معايا الحقيقه هناك. النهارده عملنا لقاء مع التيم اللي موجود سواء كانت استشاره التخدير الموجوده دكتوره هبه او سواء كانت ميس مروه او سواء كانت البنت اللي هي بتقف تساعدنا كمان اللي اسمها هدى. الحقيقه عايزين ندخل اوضه العمليات افرجكم على ازاي التيم ده بيشتغل، ازاي عملنا العملية، ونرجع مرة تاني ونشوفكم مرة تاني. مرة معانا الحلقة بتاعت مدام سهير من الوادي اللي احنا هنعمل لها لحميات ونعمل لها سقف الحل. طبعا دايما زي ما بقول نجاح العملية مش بس الدكتور مش بس الطبيب، نجاح العملية في التيم اللي بيشتغل معكم. وانا النهارده الحقيقة بفخر جدا ان انا بشتغل في الوادي مع تيم محترم جدا على رأسهم طبعا جوه اوضه العمليات الدكتوره هبه استشاره التخدير معانا. الحقيقه يعني شكر خاص مني لفتره 6 أشهر بنشتغل مع بعض الحقيقه يعني مثال للطبيب التخدير الماهر الحقيقه ولا نزكيها على الله ابدا يعني. معانا طبعا رئيسه العمليات ميس مروه الحقيقه يعني ما ينفعش نشتغل من غيرها. النهارده ان شاء الله هنعمل لحميات هتشوفوها معانا باذن الله. الفريق ده هو بفضل ربنا اولا واخيرا ثم الفريق ده هو اللي بيطلع النتائج اللي حضراتكم كلها بتشوفوها. فشكر خاص لي. نبدا بقى العمليه. شكر مره تاني طبعا للدكتوره هبه وميس مروه وهدى البنت اللي كانت بتصورنا. لكن شفتوا حضراتكم كم اللحميات اللي طالعه من مناخير مدام سهير قد ايه؟ انا اعتقد لو ربع الكميه دي بس خرجت، بس اللي كانت موجوده وخرجت، اعتقد ان التحسن هيكون ملحوظ جدا و يعني هيكون تقدم في حالتها الصحيه. الحقيقه مهما هتكلم واقول احنا شلنا لحميات وما شلناش لحميات والعمليه نجحت والعمليه ما نجحتش، لكن دايما اقول اذا كنتوا عايزين تعرفوا نتيجه العمليه تسمعوها من المريض وليس من الطبيب. الحقيقه هنعمل لقاء بقى مع مدام سهير وزوجها ونشوف اللحميات اللي طلعت شكلها عامل ازاي، نجاحها شكله عامل ازاي، اتحسنت ولا لا، الشخير اتحسن ولا لا، النفس اتحسن ولا لا، الريحه راحت ولا لا، السمع، الزوج هل راضي عن العمليه اللي عملناها له؟ هل هي كانت منتظره هذا التحسن؟ نشوف كده مدام سهير وزوجها ونتيجه العمليه على لسانهم ونرجع لكم مره تاني. اخبارك انا مستنيك على فكره اقل شهر اجي عشان اعرف نتيجه العمليه اللي عملناها. انا عايز اعرف منك نتيجه العمليه. الحمد لله بفضل الله يعني في تحسن
ملحوظ. يعني انا الحمد لله بقالي اكتر من 5 سنين في معاناه، ما كنتش متخيله فعلا ان الحل هيصل بالعمليه دي. انما الصحه ايه انا اصلا كنت بشتكي يعني من عدم تركيز وصداع وكتمه، وطبعا التنفس كله من بقي، ما فيش بقي خالص، الشخير، حاجات كتيره. لكن سبحان الله يعني ما فيش بعد العمليه فعلا كفايه جدا ان بقى اتنفس من بقي. يعني مثلا عايزه تقولي من كل الشكوى اللي انت كنت بتشتكيها قبل العمليه، بعد انشغالك الاحيانا في مناخيرك، وبعد ما عملنا تجميل في الليالي، كل الشكوى دي انتهت؟ الحمد لله فعلا بعد 10 ايام من العمليه فعلا حسيت بفروقات انا نفسي مش مصدقها بصراحه. انت كنت هسالك سؤال بجد، انت كنت منتظره نتيجه العمليه تبقى كده؟ لا انا مش متوقعه كده خالص بصراحه. نسال زوجك الراجل الطيب ده اللي يعني لا تتحمل ايه؟ كل ده اللي بتعمله ربنا يبارك فيك. يعني انا عايز اسمع منك، لان برضه دايما اللي عليها حاجه واللي بتبقى هي نايمه بتبقى مش داريه. انت شايفها ازاي؟ الحمد لله دلوقتي بنام وانا بنام. انت بتنام؟ بص بقى هيطلع كلام ما كانش هيطلع. دي حقيقه والله. هيطلع كلام ما كانش هيطلع. انت اكيد ما كنتش بنام، قلت له هي تعبانه ومخنوقه ومش عارف اتنفس وبقى على طول وشخير. هي مش نايمه وانا مش نايم. دي حقيقه مش هنكلم. ده طبعا انف مدام سهير بعد العمليه، فرق جامد طبعا، الدنيا فتحت خالص وسعت تماما. دي الناحيه الشمال اللي كان فيها لحميات، ودي الناحيه اليمين كويسه جدا ومفتوحه وتمام، والنفس فيها كويس قوي قوي قوي. طبعا شفنا الهواء اهي، المره اللي فاتت ما كانتش باينه خالص. شوف الهواء طبعا يقدر يدخل. الحقيقه تحياتي للزوج المهذب اللي اشتكى بعد ما العمليه خلصت، مش قبل ما يعمل العمليه، لان هو كان محرج قبليها، لكن بعد ما العمليه خلصت خلاص بقى ينام، وبيقول انا بقيت انام وهي بقت تنام. الحقيقه تحياتي ليهم هما الاثنين. نخش على الحاله الثانيه الحقيقه معانا، وهي طبعا كتير جدا من الامهات وخاصه اللي هم يعني بيبقى عندهم اول طفل بيجي، الحقيقه بتبقى خبرتهم ما بتبقاش زي ما بيقولوا خبره يعني ذات قيمه قوي في تربيه الاطفال، عشان كده ممكن يتعرضوا لحاجات، وممكن الاطفال عندهم بيشتكوا بحاجات الحقيقه بتبقى بالنسبه لهم غريبه. يعني ايه؟ يعني عندنا مثلا كتير جدا من الامهات بتشتكي ان عندها مشكله في رضاعه ابنها. يعني ايه؟ يعني الطفل ما بيرضعش كويس مثلا، ما بيرضعش بكفايته، ممكن يعمل لها مشاكل اثناء الرضاعه. طيب هو السؤال، وطبعا نظرا زي ما نقول قله خبره الام، فعندنا مشكلة ممكن تبقى موجودة والحقيقة بتعدي على كتير من الأمهات وما بيكتشفوهاش إلا بعد فترة طويلة. عندنا حاجة اسمها اللسان المربوط والشفة المربوطة. أعتقد الجملة دي سمعتوها قبل كده، لكن تعالوا النهاردة نتكلم ونشوف، لأن هي الحقيقة بتعمل مشاكل مع كتير من الأمهات، وطبعا نتيجة إن الطفل نفسه بيبقى عنده المشكلة دي، لسانه بيبقى مربوط وشفته بتبقى مربوطة. تعالوا نشوف بعض الصور كده ونتفرج على اللسان المربوط شكله عامل ازاي والشفه شكلها عامل ازاي. نشوف الصور كده ونعلق عليها. طبعا ده الشخص الطبيعي اللي هو بيقدر يطلع لسانه بره، فاي حد ممكن طفل او كبير يقدر يطلع لسانه بره كده، وطبعا مش بيطلع لسانه لحد، لكن هو قادر على خروج لسانه بالمنظر ده كده اسمه لسان طبيعي. الصوره اللي بعديها ده برضو منظر تاني او شكل تاني برضو. الصورة اللي بعديها هنا بقى ده اللسان المربوط، هو الـ 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 الولد اللي حضرتكوا شايفينه، طبعا ده كبير في السن شوية طبعا عشان كده اسنانه موجودة، مش قادر يخرج لسانه بره، حتى وهو مش قادر يرفع لسانه لفوق، وزي ما حضراتكم شايفين في زي ايه، زي خيط كده هو اللي رابط لسانه لتحت. عشان كده خدوا بالكم، هو كده مش طبيعي، ده هو مش عارف ولا يرفع لسانه ولا عارف يخرج لسانه. الصوره اللي بعد كده برضو ده صوره تانية برضو، اهو عايز يخرج لسانه لبره ومش قادر، وزي ما حضراتكم شايفين الحته اللي تحت دي خالص، اللي تحت لسان خالص، طبعا هي دي اللي ماسكه لسانه. لو خدتوا بالكم حضراتكم من لسانه هنلاقيه مشقوق من النص، مشقوق من النص، واللسان واخد شكل بنسميه شكل القلب. الصوره اللي بعديها
ده طفل تاني طبعا بيعيط، واثناء طبعا احنا قلنا ما عرف ما نقدرش نقول له افتح بقك وورينا وورينا لسانك، لكن بنقدر نصوره اثناء ما هو بيعيط. زي ما حضراتكم شايفين اللسان بيبقى، شايفين حضراتكم شكل اللسان عامل ازاي؟ اللسان كانه ملفوف، دي حاجه، ومن تحت مربوط، ولا عارف يخرج لسانه ولا عارف يعيط ولا عارف حتى يفتح بقه كويس. الصوره اللي بعديها برضو، دي برضو صوره تانيه لطفل صغير لسه برضو ما فيش اسنان فيه خالص، وادي منظر اللي تحت طبعا لسانه مرفوع، وادي الجزء اللي هو مبيض شويه اللي هو رابط لسانه. الحقيقه عايزين نقول اعراضه ايه، زي ما احنا قلنا تقريبا في الكلام اعراضه اللي هو اولا ما بيعرفش يفتح بقه كويس الطفل، ده بتكلم على الاطفال اللي هم الرضع، ما بيقدرش يفتح بقه كويس، ما بيقدرش يرضع من امه كويس. عشان كده دايما شكوى الامهات بتكون طول فتره الرضاعه طول النهار الولد جعان، تيجي تقول ام كده انا طول النهار ابني جعان، وكل ما برضعه بيقعد فتره طويله بيرضع، وبعد حتى ما بيرضع فما ما بيشبعش مني. ليه بقى القصه دي؟ عشان هو اساسا الولد الطفل الطبيعي اللسان بيقدر يبقى عام يعمل حركه معينه يمسك الحلمه بتاعه الام ويقدر يمتص منها اللبن، لكن اللسان اللي بالمنظر ده ولا بيعرف يمسك الحلمه بتاعه الام كويس ولا بيعرف يمتص اللبن منها كويس. عشان كده الطفل على طول بيبقى جعان على طول، طول النهار ما بياخدش كفايته من الرضاعه. وكمان هنبص نلاقي وزنه لا يتناسب مع سنه، تلاقي الطفل مثلا عنده مثلا سنه لكن وزنه اقل ضعيف. طبعا برضو حاجه مهمه كمان، اثناء الرضاعه بيبقى فيه صوت زي الايه، زي الصفاره كده بسيطه خالص، لان هو مش عارف زي ما انا قلت مش عارف يخرج اللبن من ثدي امه. طيب هل ده بيعمل مشاكل للام؟ بيعمل مشاكل للام، بيعمل لها ايه؟ بيعمل لها اولا مشاكل في الحلمه نفسها، بيبقى الحلمه بيحصل فيها التهابات ويحصل فيها تشققات، دي حاجه، وجروح، زائد ان الثدي نفسه ممكن يحصل فيه التهابات في الثدي. طيب ده لو رضيع، امال لو طفل، لو الطفل الرضيع ده كبر وابتدى بقى يبقى عنده 4 و5 سنين هيشتكي من ايه؟ هيشتكي بالكلام، الكلام مش هيبقى كويس نتيجة ان اللسان طبعا من الحاجات الاساسية في موضوع الكلام، فهتبص تلاقي حروف عنده مثلا ما بتطلعش مظبوطة، دي حاجة. ما بيقدرش الولد يخرج لسانه بره زي ما حضراتكم شفتوا، ولا يجيبه يمين وشمال، ولا يرفع لسانه فوق. الى جانب برضو بيبقى فيه عنده مشاكل في السنان، على طول سنانه فيها مشاكل، لان من الحاجات اللي اللسان بيعملها من وظائف اللسان ان هو بينظف الاسنان وبينظف الحوالين الاسنان واللثة والكلام ده كله، زائد زي ما احنا قلنا مشاكل في الكلام. تشخيص الكلام ده ايه؟ تشخيص الكلام ده سهل جدا، كل اللي انا قلته. بلاش يا ستي، ما انتش عارفه تشخصي الطفل وعنده مشاكل، ودي لأقرب طبيب أنف وأذن ليكي، وهو هيقدر يقولك إذا كان عنده فعلا مشكلة في عنده لسان مربوط أو شفة مربوطة ولا. طبعا احنا ما اتكلمناش على الشفة المربوطة، الشفة المربوطة برضو بالظبط زي اللسان والاكتشافها، وسهل جدا ان حضرتك تمسك الشفة وترفعيها برضو لفوق هتلاقيها برضو ما بتترفعش، وبتعمل كل المشاكل اللي احنا ذكرناها. طيب هو السؤال بقى، علاج حاجة زي كده ايه؟ اولا العلاج بسيط جدا جدا جدا، العلاج على طبعا زي ما احنا شفنا ان الجزء المربوط ده بنقطعه ببساطه شديده جدا. طيب هو السؤال بنقطعه ازاي؟ الحقيقه في انواع كتير جدا من العمليات، لكن خلينا نتكلم على احدث حاجه، طبعا وجود الليزر او وجود الراديو معانا اللي بيسهل لنا جدا الموضوع دون، وفي خلال عايز اقول ايه، في خلال 20 ثانيه، في خلال 30 ثانيه بالكتير قوي، دي حاجه، بيكون الموضوع انتهى بدون تخدير، بدون بنج، بدون ألم، بدون دم، بدون أي مشاكل، والطفل قاعد على رجل أمه قدامي بنعملها له، سواء كان الكلام دون بالليزر أو بالراديو، والاتنين تقريبا بيدوا نفس النتيجة، والاتنين متواجدين الحمد لله في مراكزنا. طيب ما تيجي نتفرج على فيديو صغير جدا كده نشوف بيه إزاي بنقطع اللسان المربوط، والعملية ما بتاخدش أكتر من 15-20 ثانية، نشوف الفيديو ونعلق عليه ونرجع لكم تاني. زي ما حضراتكم شايفين ده طبعا احنا شادين الشفة لفوق وبنبتدي ان احنا طبعا نقطع بيها اللي في ايدنا، طبعا ده جهاز ليزر بسيط جدا اهو، وزي ما شايفين
الموضوع ما بياخدش ثواني بسيطه. على فكره الطفل ده يعني شايفين اهو ادي مناخيره وادي احنا خلص خلصت العمليه اهو وادي احنا عملناه وبنرفع الشفه والموضوع خلص تماما في خلال ثواني. طيب نيجي على اللسان تحت برضو هنرفع اللسان بحاجه رافع كده بسيط جدا للسان وفي خلال 15 ثواني بالكتير بنكون قطعنا الجزء التحتاني ولا في نقطه دم والولد صاحي وحتى لو عيط يعني هيكون كده يعني عيط يعني زي ما بيقولوا كده حاجه بسيطه خالص والموضوع بيخلص في ثواني معدوده. العمليه ما بتاخدش حاجه خالص والعمليه بسيطه وزي ما حضراتكم شايفين مفيش الفيديو كله سواء كان في الشفه او سواء كان في اللسان ما خدش معانا 10 ثواني تقريبا. لكن الموضوع مهم جدا وخاصه للامهات اللي بيعانوا من مشاكل في رضاعه اطفالهم. طيب نخش بقى الحلقه الثالثه وزي ما قلنا النهارده موضوعاتنا دسمه جدا وحلقتنا دسمه جدا. الحقيقه من اسبوع تقريبا جالي اب وام طبعا شايلين طفلهم طفل عنده 3 سنين الحقيقه بس وهم داخلين عليا زي ما انا قلت لكم كتير قوي ان عاده كل الاطباء بتشخص الحاله من ساعه دخولها عليها. الولد هحكي لكم المنظر شكله عامل ازاي. الولد داخل ابوه شايله ولد عنده تقريبا 3 سنين. الولد اولا عينيه باصه في سقف الاوضه دي حاجه عينيه باصه فوق لفوق دي نمره واحد. اتنين الولد مرتخي العضلات تماما. ثلاثة الولد بيطلع صوت وكأنه هو ما بيعرفش يتكلم. إلى جانب بقى طبعا عنده ريالة. الولد عنده شبه تبول لا إرادي عنده مشاكل. طبعا زي ما بيقولوا كده التشخيص المبدئي لما شفت حالة زي دي قلنا ده قلت طبعا الولد ده عنده مشكلة في المخ طبعا سواء كان حصل له مثلا الأب والأم مثلا قرايب الولد اتخبط وهو صغير حصل مشكلة أثناء الولادة حصل مشكلة أثناء الحمل خدت أدوية خدت أشعات المهم عنده مشكلة من أثناء الولادة وهي اللي بتخلي الطفل يبقى بالمنظر دون. فكان تشخيص الحقيقة ده عنده ضمور في خلايا المخ وأثرت على كل الكلام. لما ابتديت طبعا أقعد مع الأب وأخد منه حديث بسيط أخبارك إيه وأخبار الطفل إيه وإيه اللي بيشتكي منه الحقيقة لقيته بيقول لي إحنا جينا عشان نعمل قياس لسمع الطفل. الحقيقة أنا استغربت يعني طفل زي دون يعني تعمل قياس لسمعه هو السؤال ليه؟ فقال لي طب لا قلت له لا احكي لي بقى القصه يعني انت عايز تعمل قياس للسمع ليه؟ فانا عايز افهم. في الحقيقه كانت يعني كانت مفاجاه مش مفاجاه ليا لكن الحقيقه كانت مفاجاه ان هذا الطفل المنظر اللي حضراتكم بقول عليه ده وانا وعدتكم ان انا ان شاء الله اصوره واجيبه لكم كانت مشكله عنده ان الطفل جاله لوز وهو عنده سنه وارتفعت درجه حرارته فوق ال 40 او فوق ال 40 ونص حتى او 41 والاب من بقه بيقول ان بعد ما ارتفعت درجه حرارته مره واحده بس اترفعت درجه حرارته بالمنظر ده والاب سابه او يعني سهي عنه شويه تاني يوم على طول الولد بقى بالمنظر ده ودوه طبعا لدكاتره بقى يعني عايزين نقول ايه جميع التخصصات مخ واعصاب واشعات وفحوصات ورنين واشعات مقطعيه وقول زي ما تقول ولكن الاخر اكتشفوا ان هذا الطفل ارتفاع درجه الحراره ادى بسبب اللوز ادى الى ان هو عمل له ايه احنا بنقولها بالاطباء بيقولوا ضرب له عصب السمع ضرب له مشاكل في المخ بتاعه النمو الحركه عمل له مشاكل في مراكز كتير جدا في المخ اثرت على الولد بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. هو ده الحقيقه اللي انا كنت عايز اوصله. النهارده بقى الحقيقه احنا معانا اب تاني الحقيقه جالي من فتره وكان بيشكي لي نفس الشكوى ان ابنه بس طبعا اصغر بقى من اللي عنده 3 سنين ده جالي هو عنده سنه ونص والحقيقه كان جالي بيقول لي الولد بيسخن وبيتشنج كشفت على الولد وقلت له بيسخن وبيتشنج بسبب ايه؟ قال لي اللوز كل ما تجيله اللوز حراره درجه الحراره بتاعته ترتفع ويبتدي يحصل عنده تشنجات. الحقيقه طبعا انا لما بسمع كلمه لوز وبسمع ارتفاع في درجه الحراره الحقيقه انا حرارتي بترتفع وبيحصل لي حاله من الايه يعني التحفز. فطبعا قلت له لا الولد دون ده يعني في منتهى الخطوره ان هو يتساب بالمنظر دون لان مشاكل كتير جدا ممكن تحصل ومن اهم المشاكل ان ممكن يحصل كذا وكذا وكذا ويمكن عدت له
كل المشاكل اللي احنا شفناها في الطفل اللي انا حكيت عنه. الحقيقه الاب الحقيقه كان من الحكمه ان هو سمع النصيحه وعلى طول قال لي لا 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 انا ما اقدرش اتحمل هذا، اتحمل خطوره ان ابني يحصل له حاجه زي كده، احنا هنعمل عمليه. طول ما انتش خايف، الطفل عنده سنه ونص. قال لي لا اخاف ايه، اذا كنت انا بروح لمتخصص والمتخصص قال لي كذا وانا بثق في الكلام ونتوكل على الله. انا عايز اوريك يعني افرقكم النهارده واوريكم الفيديو الحقيقه بتاع هذا الاب اللي انا الحقيقه بشكره جدا جدا جدا، ونشوف هو بيقول ايه، سواء من ساعه ما جالي لغايه ما عمل العمليه ورايه في العمليه والدنيا شكلها ايه بعد ما الطفل عمل العمليه. نشوف كده الاب ده بارتفاع درجه الحراره لابنه اللي عنده سنه ونص وكان عنده تشنج، ونرجع لكم نعلق مره تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احمد والد انس احمد محمود. انس عنده سنه ونص وكان حصل معاه اكتر من مره ارتفاع في درجه الحراره، كان بيوصل لل 40 وتشنجات حراريه. اتواجهت بيه لكذا دكتور، دكاتره حميات وانف واذن، اكدوا لي انه عنده التهاب في اللوز وما يجوزش ان انا اشيل اللوز، اعمل له عمليه استئصال قبل سن الاربع سنين. اتواجهت للدكتور هشام ابراهيم، اكد لي انه ما فيش اي مشكله في ان احنا نشيل اللوز. لما كشف على ابني اكد انه لازم نشيل اللوز في اقرب وقت، ورغم من معارضه اهلي وبعض الناس لان الولد الطفل سنه صغير، الا انه الدكتور هشام ابراهيم صمم فعملنا العمليه. والحمد لله رب العالمين، هي بقى له شهر الحمد لله رب العالمين. درجه الحراره ما فيش اي ارتفاع في درجه الحراره من اي نوع باي شكل من الاشكال، والولد بدا ياكل طبيعي جدا، وبدا النطق عنده ما شاء الله يتحسن، وبدا نمو جسمه يتغير، وبدات مدركاته تشتغل بشكل افضل بكتير من الاول. والدكتور هشام اكد لي انه لو ما لحقتش اشيلها كانت تاثر على عصب السمع تاثير خطير جدا، وعلى المخ. ده نتيجه ارتفاع الحراره الرهيب اللي بتساعد فيه اللوزتين قبل ما يتم استئصاله. والحمد لله رب العالمين، ربنا اتم الشفاء ليه والاخته بنفس الطريقه عند الدكتور هشام. الحقيقه يعني زي ما بقول، انا شكر خاص مني لهذا الاب اللي سمع النصيحه، واتمنى ان اي حد الحقيقه بيسمع النصيحه مني او من اي دكتور الحقيقه يعني يتبعها، عشان ما نخشش في مشاكل زي الحقيقه الواحد لما بيشوف اطفال من اللي انا حكيت لكم عنهم دول. الحقيقه بيقولوا لي وقتنا خلص كالعاده بسرعه جدا، لكن بفكركم مره تاني ان مواعيد حلقتنا كل يوم سبت الساعه 5 بعد الظهر، وبفكركم ان انا ان شاء الله رايح دمنهور في شارع عبد السلام الشاذلي ان شاء الله في مركز دمنهور الحد اللي بعد الجاي اللي هو 26 مارس. ان شاء الله الاسبوع اللي بعده على طول هكون باذن الله في اسوان يوم الاثنين 3 ابريل، وفي الاقصر يوم 5 ابريل ان شاء الله، وبعديها نكون في عياده باذن الله الوادي الجديد الشهر اللي بعده على طول باذن الله. الحقيقه زي ما بنقول دايما، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي حكيم الانف والاذن دكتور هشام ابراهيم. Ha 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 ha